رايح فين؟ وحياة النبي محمد ما تنزل وقت لا تبقى ليلتك مجندلة. بس يا مرة حد يسمع يقول علينا ايه؟ يقول ايه؟ الساعة واحدة وعايز تنزل؟ انت نسيت ان احنا في شتا ولا ايه يا حاج؟ وطي صوتك، العيال يقول علي ايه؟ لما انت كل يوم عاطل الود عالقة بسبب تأخير بره، تيجي تأخر انت؟ يا حاج دول 5 دقايق هقعدهم مع واحد. ما تحاولش، مفيش نزول الوقت، الوقت ده صعب يا حاج، يبقى اكيد في حاجة وانت مش حكالي. والله ما في، ده واحد بقى لي فترة ما قعدتش معاه، هنزل اقعد معاه 5 دقايق وخلص الموال. وحبكة القعدة الساعة واحدة؟ مش عايزين نلغي كتير، مفيش نزول يا حاج. يا حاج ما تضايقنيش، عصبيتي وحشة. ده على نفسك يا حالتها، هتطلقني طلقني عادي. ممكن اعملها على فكرة، ده انا متمنيها كده. يلا يا حاج طلق، بس ثواني قبل ما تطلق جهز الفلوس اللي مكتوبة في القايمة. يا حاج مش عارف ليه مش بتقبل هزاري، ديما كده قفش عند هزاري نزل لي الوقت في البرد ده. ده يبقى عويض، ده الكلاب اللي تنزل الوقت. مش بتيجي قرب العين الحمراء.